السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جايين مع بعض فيديو جديد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تصميم ممتاز جدا بالذكاء الاصطناعي. كلنا هنحتاجه ان احنا نخش على التعليقات، لكن مش هنقدر نسيبه على التعليقات في الفيديو ده. ممكن تخش على القناة عندي علشان خاطر الكلام كتير، فالتعليقات مش هتقدر تاخد كل المساحة دي من الكلام، فانا وليكن هاخده بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو يا شباب الوصف، ونضغط نسخ بالشكل ده ونطلع بره. ندخل على جوجل ونكتب موقع بينج، او ننزل ابلكيشن او برنامج بينج بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده اللي هو بالشكل ده، ونفتحه او نضغط عليه. تظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي، في شريط اسود تحت مكتوب فيه الصفحه الرئيسيه والاخبار وعلامات التبويب والتطبيقات. نضغط الاخر حاجه على الشمال، ايقونه التطبيقات. تظهر معانا القائمه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. نضغط على ايقونه ايمج كريتور او بالشكل ده صناعة الصور، هي باللون البنفسجي يا شباب، وعليها علامة فرشاة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نضغط عليها، تظهر معانا الواجهة اللي احنا شايفينها قصادنا دي. نضغط على المستطيل ده كده أو الوصف ده، ونضغط لاسك يا شباب بالشكل ده. أنا وليكن كاتب إن هو يكون مصري وعنده 30 سنة ويكون اسمه مصطفى بالشكل ده. نضغط إنشاء، طبعا هتغير الاسم وهتغير العمر. ظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده. الصور دي ممتازة جدا 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 يا شباب. ظهر معانا الصورة دي، لو عجبانا نفضل ضغطين عليها، وبعد كده نضغط حفظ في الصور. بعد كده معانا الصورة دي برضو ممتازة جدا، نفضل ضغطين عليها، وبعد كده حفظ في الصور، وبعد كده معانا الصورة دي ممتازة جدا جدا جدا، نفضل ضغطين عليها، بعد كده حفظ في الصور، بعد كده معانا الصورة دي ودي ممتازة جدا برضو، نفضل ضغطين عليها، وبعد كده حفظ في الصور. وهي بس كده يا شباب، تقدر تطلع بقى. وكل اللي انت هتحتاجه ان انت تغير السن بتاع الشخص اللي هو 30 سنة، وتغير اسم الشخص اللي هو ليكم مصطفى بالشكل ده كده. وهي بس كده، وبعد كده تضغط انشاء. يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد كده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتتابعني عشان يوصلك كل التصميمات الجديدة. سيب تعليق قول لي في رأيك، وتقدر تخش على قناتي في اكتر من 350 تصميم، تقدر تاخد اي وصف بحثي من اي تصميم منهم وتبحث بيه على بينج، ويظهر لك صور ممتازة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.